عشان كذا يا جماعة أرجل زول على وجه الأرض، أرجل زول وأفضل زول وأحسن زول الزول الموحد وبيدعو للتوحيد، ده أرجل زول، ما بينكسر لبشر، ما بيمشرك على زول، ولا بيسجد لزول، ولا بشيل تراب زول يسفه، ولا بشيل بزاغ زول يتمسح به، ولا بينكسر ولا بيخضع إلا لله تعالى. زول جبهته دي عزيزة ما بخدتها في الواطة إلا لله، ده زول راجل. عشان كذي لما فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل، الله لما يقول لك في القرآن ده رجل ويديك موقف مشرف عنه أعرفه إنه ده رجل جد، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. الزول ده كان كاتم إيمانه. ابن كثير قال فلما قال فرعون مقولته وهدد بقتل موسى عليه السلام قام هذا الرجل غضبة لله تعالى، ما قدر يتحمل قبل كاتم الإيمان، لكن لما شاف النبي العظيم النبي الجبل التوحيد موسى عليه السلام دار يقتلوه قام طوالي ويقف قدام فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. الرجل ده يا جماعة ذنبه شنو؟ قالكم الله خلقكم والله اللي بتعبدوه مفروض تعبدوه، مفروض تعبدوه، مفروض توحدوه، ده تقتلوه ولا تحترموه، ده تحسنوا له ولا تسيئوا له؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبا وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. انتوا خسرانين شنو؟ لو كاذب قال لكم في قيامة وطلعت ماف ما بضركم شيء، ولو طلع صادق وصادق وما عنده شك انتوا في النهاية بتدخلوا الجنة، انتوا ما خسرانين، ما تؤمنوا به، ما توحدوا الله، ما تؤمنوا بالله. أشكي الرجل ده الله جابه في أعظم كتاب في القرآن لأنه موقف مشرف، لما سبع رجال فارقوا أهل ومرقوا من بلد واجتمعوا في ظل شجرة ومشوا ودخلوا الكهف وسجدوا لله وهم على التوحيد، الله أكرم 309 سنة ساجدين لله حيين ما ماتوا، والله نزل فيهم سورة كاملة سورة الكهف ومدحهم قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. كان الله ربط عليه قلبك تاني ما تخاف من زول ولا بترجف ولا بتنكسر للبشر ولا بتمشي للفكهة ولا بتمشي للدجالين يزلوا في الناس. يا أخي الرسول بيردف في الحمار، الرسول بيردف معاذ رضي الله عنه في الحمار وديل ما يخلوك تقعد معاهم في العنقريب، ده دين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اجي الأعرابي يجر من الثوب بتاعه أنس يقول له حتى أثر الثوب في عنقه صلى الله عليه وسلم، ده يقول لك ما تقعد جنبه تجي خاشي عليه وانت منكسر لابس عمة تقلعه لابس نقلاء نعلاتك تقلعه تجي بارك ليه يا أخي؟ انت شنو مزاصلو؟ انت شنو ذاته؟ ليه؟ وشيخ طريقة يعطوا طريقة؟ ليه الطريقة المحمدية طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه الكتاب والسنة ما كان عليه الصحابة؟ ليه خلوه يمشوا يسووا قادرية؟ ليه؟ أفضل عبد القادر الجيلاني ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه ساوي طريقة براك؟ ليه تبقى تجانية تابع للتجاني؟ أفضل ياتو؟ ليه تبقى شاذلية وبرهانية وتسعينية وما بعرف إيه؟ ليه؟ إن الذين فرقوا دينهم
وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ودي عداوتنا والله الذي رفع السماء. البدينا كف عافي الله لوجه الله، البطعن في عرضنا عافي الله لوجه الله، أشال قروشنا بالحسنة بالرجالة عافي الله لوجه الله، البطعن في الدين ده نسمع بيه نقف جوا حلقه ما نخلي كله كله ليه يا أخي؟ ودي عداوتنا معاك ظاهرة في الدنيا، لأنك انت عبد وما راضي تكون عبدي لله، راضي تكون عبدي للبشر. والله قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ده العباد لله الله يجعلون أولياء من دون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، بخلي الله وامشي ليلة ولي، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الله بأكل يا أخو ما بأكلوه، ده الغفة كلها، ده الفكر الغفة كت الغفة. تجيب له 40-50 جنيه يديك عصيدة راس مالة 3 جنيه حامضة ما بتتبلع إلا بموية صحة، عصيدة حامضة ولا دي فيها بركة، دي فيها بركة والجدادة فيها شنو؟ دي فيها بركة عصيدتك الحامضة دي، وتأكل في الدراويش في الدغماء وانت تاكل جوا في الشيا في العتان. وديت العتان وين؟ التان وخرفان وبلاوي يا أخي، بلد دي والله أكلوا فيها أكل نسأل الله العافية. قباب يا أخي زول المقابر دي جت مسلمين، ليه تساوي له أوضة براو؟ ليه ما تسوي أوضة للمقابر جت كلها مبجوز ذاته، أوضة ولمبة وترباس وباب وتراب يسفوا فيه وقروش يدوها للميت. ناس دي مواهيم، في ميت بده قروش؟ ميت دار بالقروش شنو؟ ولابس لك كفن جيب ما فيه، عمل به قروش شنو؟ وجوا في قروش تدي فيه في القروش يا اخي، ساوين يدفنهم في التراب، لقيت القبه فاضيه خش شيلها سايح حلال وكل باب واسطه ما فيش، دي قروش سايبه ساي ما عندها سيد والله الذي لا اله غيره. معقول يا قروش تديها لميت بلاوي زايا ما عندها سيد قروش فارغه ذاته؟ نسأل الله العافيه يا اخو كلها. وان كان دي فيها كلام تفصيل خلينا، في بلاوي كثيره جدا قروش كهان وغيره ما تهينا. ولذلك يا جماعه دي كلها هوس شغلوا بين الناس يا اخي. يا اخي زول عليك الله، الميت بيدعو له ولا بيدعوه؟ ما وهم في البلد دي سيفنجه مقلوبه يرجفوا منها، غريه كامله يرجفوا من علم، يقول لك ابويا الشيخ تبين هنا. وابوك الشيخ لما نجي بخوف الناس ليه؟ المفروض يطمن الناس يا اخي، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، تخوف في الناس بنفخ خشم فلان وبنفخ فلان وبغير في فلان وبتبين في فلان، وديل يرجفوا وديل يلاوزوا ما عندهم نجش، ديل ما عندهم شيء. شو ديل؟ لا عندهم مال، لا عندهم دنيا، لا عندهم جنى، الأمر كله بيد الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سكتار ضاعوا يا أخي، مرى عروس جديدة يودوها للفقيه، دول دار يفتح دكان يمشي للفقيه، صورة الشيخ في الأوضة هذه في الفتحاب معلقة صورة الشيخ. جماعة قالوا له الصورة دي المكاشف ده عينه ذاته ما قال عينه واحد يتكلم مرق له مرق له ويمرق في عينه ماله، كلها بلاوي ياخذ مصايب ويكشف في القلب. في زول بيكشف في القلب؟ والرسول عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. في البخاري ومسلم. أنا علي بالظاهر قال، الباطن ده حسابهم على الله، ده الرسول عليه الصلاة والسلام. والله قال لي في القرآن وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، ده الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لي جوا قلوبهم أنت ما بتعلم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. يقول لي يا أخي ده بيكشف في القلب وده ما بعرف ايه وبيعلم كذا وبيسوي كذا، ما عنده اي شيء، ده الضعفاء والكلام يطول.
وفي الختام أنا قبل أقدم الشيخ أحمد توم حفظه الله تعالى، الناس يا جماعة تشتغل دعوة، تخش في البيوت دي مسؤولية في رقابهم، وجزاكم الله خير، والله يثبتنا وإياكم ووفقنا وإياكم. ناس تخش في البيوت تبلغ توري الدعوة، دعوة الله سبحانه وتعالى تبلغها. الموت جاي يا أمة، القيامة جاية والموت جاي والزمن ماشي، ألحقوا النازل قبل ما يهلكوا. ساوين يا أخ عمره 90 سنة، المرأة لما تموت في الاحتضار بدل تقول لا إله إلا الله وتنجو، شغالة يا أهل الله ويا الزرق ناس ود السيد ويا ناس التوم وتبانقة وناس النيل الأبيض، والحقونا وافزعونا. معقولة؟ معقولة ناس تموت على عقيدة زي دي؟ الناس تلحقهم طوالي بلاوي دي شغالة. أمس اتصلت بزول قال المرأة جاته من أربجي، اتصلت بقى قالت للذهب راح عليك الله انهم ليب الخير، وشي راح بيفتحوا ويفكوسوه ولا ينوموا عشان يلقوه. هسه دي حلوها كيف ذاته؟ في زول بينوم بيلقى له حاجة؟ يا ناس معقولة يا أخي؟ موضوع طويل طويل جدا، الناس تواصل فيه، الكلام يطول، اكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. ناس تبلغ الدعوة يا جماعة، ناس تمشي البيوت شوف أولادنا يعلمون التوحيد والعقيدة. الله واحد كان معانا هناك في كافوري، ربع واحد في مدرسة الغد، أستاذ قال لي الطفل مشى له جده، قال الجد بيتكلم مع جده وكذا والصلاة وما الصلاة في الجامع، ويخذ كراعه جنبه جده بيتضايق، بيتضايق من السنة. ووق في النهاية قال لي جاء وقت الصلاة، قال لا جده ما ترحل الجامع، الصلاة جات جد لامضوا. قال بعد شوية جابوا سيرة الشيخ، قال لي برضو يا جد مشرك، برضو جد برضو مشرك، تنادي برضو في الشيخ. فقالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. شوف هذا يعلمون التوحيد بيبقوا للجماعة ديل في رقبتهم، الله يعرفوا التوحيد. شفت ديل لوايك خلاص، شوف هذا ورونا التوحيد إن شاء الله بيشتغلوا، ورونا قول لهم حجبات ماف، كمون ماف، كمون بتاع شنو بيحفظ، كمون بتاع شنو ده بيشربوه بيقرطعوه. زول مشى للدكتور ادى حبوب يعلقها ولا يبلع، قال لك الا حبه سويت تشرب تقرطعها بسم الله وتشربها، تمشي تعلقها ادوه حقنه تقعد تعلقها كذا طبعا في صدرك زاي دوز الشغله دي وريه الحاصل شنو. معقوله يا اخي؟ القران الله قال عنه انا نحن نزلنا الذكر وانا له شنو لا حافظ. القرآن الله قال لك أنا البحفظه، تيجي تقول لي كمون؟ قرآن الله قال أنا البحفظه، حافظ الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ودع معلقنا والعريس معلق له حريرة وما بعرف وين، ولقيمات كل يومين ثلاثة. معقول يا ناس؟ ناس تصفي الدين، تجعل الدين خالص لله سبحانه وتعالى، تحافظ على الصلاة، توحد الله، تدعو الله، تتوكل على الله، تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وتدعو إلى الله حتى تلقى الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقدم الشيخ أحمد توم حفظه الله تعالى.